الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الرئيس السيسي يشدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية. الصحة العالمية تحذر بأن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تحت شعار العودة معا تتواصل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم. منتدى شباب العالم يعد منصة دولية من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأضاف الرئيس السيسي في تعقيبة خلال جلسة نقاشية بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، أكد أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات لمجابهة خطر التغيرات المناخية. لو كلنا تصورنا أو كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الإجراءات اللي بتتعمل لمجابهة تغير المناخ هيتحرك وهيشتغل فيها. هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا أتصور أنها فرصة. الدكتور مصطفى اتكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها. أنا بتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين ما حدش اقترب منه هنا في مصر. احنا دخلنا في برنامج بقى لنا 4 سنين لتطهير جميع هذه البحيرات. ما العمل ده واحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عملية التطهير، ثم ايضا ستتحول هذه البحيرات الى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها وتجهيزها. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تحدثت مع شركات السيارات في العالم منذ 5 سنوات لتصنيع سيارات كهربائية وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي في مصر كبديل عن استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة. وأكد السيد الرئيس على أهمية تكاتف الدول والقطاع الخاص من أجل مواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن هناك فرصة لتغيير ما يتراوح بين 200 إلى 300 مليون سيارة على مستوى العالم وتحويلها للعمل بالطاقة النظيفة. احنا في كم مليون سيارة في العالم؟ اتصور مئات الملايين في العالم كله. تصوروا في خلال 8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع، او على الاقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى قد ايه؟ 10%، 20%، 30%. هي دي الفرصة اللي هتوفرها، هتعمل إحلال لحجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم يعني الطاقة الأحفورية، سواء كان سولار أو بنزين، يتحول إلى غاز أو كهرباء. إحنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفاه، بس اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا. أنا بتكلم على السيارات، ومن 5 سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات إن إحنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا شراكة مع الشركات ديت لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر، ابتدينا نعمل مبادرات لإحلال السيارات. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الكثير من المتابعين لنا في تنفيذ شبكة الطرق كانوا يعتقدون أن مصر تبالغ في حجم المشروع القومي للطرق، خاصة مع تنفيذ 8 حارات بالطريق بنسب كبيرة. أوضح السيد الرئيس أن الحكومة قامت بذلك لتقليل أي شكل من أشكال التوقف للسيارات وخفض حجم الانبعاثات التي تتم،
مشددا على أن تلك المشروعات وغيرها رغم أنها تكلف البلاد أموالا طائلة إلا أنها تحقق منفعة. لما جينا نتكلم على شبكة الطرق في مصر، الكثير من المتابعين لنا كانوا بيجدوا أن احنا مبالغين في حجم المشروع القومي للطرق في مصر. شايفين أن احنا بنتكلم على حارات كثيرة جدا، 6 و7 و8 حارات بنسب كبيرة جدا. طب ده كتير، ده عشان نقلل أي شكل مش أشكال التوقف للعربيات، عشان نقلل من حجم الانبعاثات اللي بتتم. لو كلمتكم على الموضوعات اللي احنا تصدينا ليها في مصر هنا ولقيناها أنها بتحقق رغم أنها بتكلفنا أموال، لكن هي كمان رغم أنها بتعالج، أو احنا ما عندناش مشكلة انبعاثات. مصر زي ما تقال في التقديم، انبعاثاتها من الكربون تكاد تكون لا تذكر، ولكن بالرغم من كده احنا اشتغلنا وانتبهنا لهذا الأمر وبنتحرك فيه بقوة وبفعالية، وبنقول أنه جواه فرصة. أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتبطين الترع بمساحة تصل إلى 40,000 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة لتغيير حياة 60 مليون مواطن، مما وفر آلاف فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسائل النقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق، وذلك على الرغم من أن مصر لا تعاني من مشكلة الانبعاثات الضارة وتكاد لا تذكر مقارنة بنسبتها على مستوى العالم. المشروع بتاع حياة كريمة اللي طرحه برضو دولة الرئيس على ان احنا بنغير حياة 60 مليون، سواء كان بان احنا بنعمل تبطين للترع، احنا بيتكلم على 40,000 كيلومتر من الترع هيكلفون اكتر من 80 مليار جنيه. هما 80 مليار جنيه دول مش دول فرصة عمل متاحة للناس القائمين على عملية التبطين؟ هما مصانع المواد اللي بالأسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصة عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعة، ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة. إذن رغم أنها يعني محنة أن احنا كان عندنا هذا الأمر عايزين نغيره وحيكلفنا تكاليف كثيرة جدا جدا، لكن هو في النهاية هيبقى فيه فرص جواه، بالإضافة طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الإصلاح عملية المناخ. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته 4 والمقام بشرم الشيخ. تضم فعاليات اليوم الثاني من المنتدى عددا من الجلسات والأنشطة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن أيضا جلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسؤولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي ومسارة الطاقة والسلم والأمن العالمي ما بعد جائحة كورونا. We'll be right back.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة فضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر مسؤولة عن أكثر من 0.5% بقليل أو 0.6% تحديدا من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، مؤكدا أنها نسبة ضئيلة للغاية، وعلى الرغم من ذلك فمصر من الدول الأكثر تأثرا بصورة سلبية بانبعاثات الكربون أو التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. مصر من أكثر الدول، وده كلام العالم، من أكثر الدول التي تكون عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم أنها مسؤوليتها عن هذه الظاهرة محدودة جدا جدا جدا، ولكن مصر من أكثر الدول اللي ممكن أنها تكون معرضة للتأثير السلبي بسبب التغيرات المناخية. أرقامنا بتقول أن مصر مساهمتها كلها 0.6% من كل الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، ودي طبعا نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، ولكن مرة أخرى إحنا من أكثر الدول اللي هتكون معرضة لتأثير سلبي بسبب هذه التغيرات، وكلنا بنسمع عن موضوع ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق اللي الدولة المصرية زي ما أنا هعرض على حضراتكم عملنا إيه عشان نواجه هذا الكلام. لكن في نفس الوقت والعالم بيقول كده، بيقول إن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن هنا الكلام، التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كانت بتقول إن مصر بتمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من كده مصر حتى خطة إنها تضاعف هذه الطاقة ب 300% في خلال الفترة القادمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تنفذ خطة قومية للموارد المائية 2037، والتي تقوم بها منذ 5 سنوات بتكلفة تبلغ أكثر من 50 مليار دولار. أضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطة تقوم على تنفيذ الدولة لمشروعات ضخمة في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي من أجل الاستفادة من كل قطرة ماء موجودة، فمصر من أعلى دول العالم استخداما لكل قطرة مياه أكثر من مرة. وضعنا الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037. مصر من أكثر الدول، أو نقدر نقول من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية. وقضية الماء، وأعتقد دي هتبقى محور أساسي في الكوب 27 السنة دي إن شاء الله في شرم الشيخ، إزاي العالم كله هيتعامل مع قضية نظرة المياه وتلوث المياه. والحقيقة مصر ليها تجارب رائدة في هذا الموضوع، من خلال إن احنا وضعنا خطة ل 2037، يعني ال 15 سنة احنا بقالنا بننفذها بقالنا 5 سنوات. الخطة دي لوحدها تكلفتها أكتر من 50 مليار دولار أمريكي. الدولة المصرية النهاردة بتنفذ فيها،
مشروعات ضخمة جدا في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والاستفادة بكل قطرة مياه النهاردة موجودة. مصر النهاردة من أعلى الدول على مستوى العالم في استغلال قطرة المياه أكثر من مرة. الحقيقة من المشروعات الكبيرة جدا اللي الدولة المصرية بتنفذها موضوع ترشيد المياه وتبطين الترع وكل القنوات المائية عشان نستفيد بكل قطرة مياه. الحقيقة حماية الشواطئ وده مشروع ضخم جدا الدولة المصرية النهاردة بتنفذه عشان المناطق المهددة في شمال الدلتا نتعامل معاها. قال رئيس مجلس الوزراء إن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المشروعات التي تهتم بمواجهة أزمة التغيرات المناخية، حيث يستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لـ60 مليون مواطن في الريف المصري. وأوضح مدبولي أن المشروع يعتمد على توفير مشاريع خضراء صديقة للبيئة. ويأتي على يعني رأس هذه المشروعات مشروع حياة كريمة اللي الدولة المصرية ويمكن فخامة الرئيس أشار إليه امبارح، مشروع بيستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لـ60 مليون مواطن في الريف المصري. وهذا المشروع من مكوناته مكونات حاكمة وأساسية في مجال التغيرات المناخية ومواجهتها، سواء في موضوع التخفيف من حدة الانبعاثات أو حتى في التكيف مع المتغيرات المناخية. وأوضح مدبولي خلال كلمته في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم أن مؤتمر المناخ القادم في مصر يستهدف التركيز على قارة أفريقيا والدول النامية من أجل عرض متطلباتهم، وكذلك الوصول إلى مجموعة من المبادرات تساعد في مواجهة أزمة التغيرات المناخية. الحقيقة إن شاء الله إحنا مستهدفين من خلال COP27 والاستضافة أن نركز في هذا المنتدى الهام السنة دي على قارة أفريقيا والدول النامية، وأن يكون هذا المؤتمر اللي هيعقد في شرم الشيخ لسان يعني من خلاله تقوم الدول النامية والدول أفريقيا على الأخص بعرض تطلباتها وأولوياتها والتنسيق فيما بينها على مجموعة من المبادرات اللي إن شاء الله تحقق الهدف منها، وإن الدول دي كلها تكون هي كمان قادرة على التواكب مع هذه المتغيرات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيانا دكتورة رندا الشافعي استشاري تطوير الأعمال. بداية ضيفي الكريمة وبعد التحية، إلى أي مدى في رأيك نجح منتدى شباب العالم ليكون منصة دولية لتعزيز الحوار بين الشباب؟ في الحقيقة زي ما سمعنا كلنا الحوار النهاردة اللي تم انطلاقه من فعاليات منتدى شباب العالم الخاص بأهم الملفات الرئيسية في الدولة المصرية والجمهورية الحديثة، وهو ملف التغيرات المناخية وكيف يتم ترشيد استهلاكنا من الطاقة وتقليل عملية نقل الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة في نفس المكان، مع العلم بأن أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط بدأت من هنا. وقضية ندرة الماء وتلوث الهواء يتم تنفيذها من خلال 3 سنوات سابقة، وهذه معلومات تم الإجزاء بها اليوم بحوالي 50 مليار دولار أمريكي لمعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي وترشيد المياه وتبطين الترع وحماية جميع الشواطئ المصرية. وبالفعل تم ذكر العديد من الأمثلة داخل المنتدى اليوم من خلال مشروع تطهير البحيرات المائية التي كانت مهملة لعشرات السنين، والاستفادة بجميع مصادر الطاقة المتجددة الموجودة بالدولة المصرية، وتم التنويه عن أول سيارة مصرية كهربائية يتم إنتاجها في خلال عام 2023، وعلى الجيل الجديد من المدن الخضراء الذي يساعد على استخدام المدن الجديدة التي تستخدم الطاقة الشمسية وتحويل المخلفات إلى طاقة تحويل الوقود والمشروعات الخضراء، وتوجيه حوالي بنسبة تقرب من 30% للمشروعات الخضراء الموجودة في الدولة. وتم التنويه أيضا عن دور الشباب الفعال في هذه التغيرات المناخية وتفكير خارج الصندوق لتبادل المعرفة والمعلومات ووضع العديد من الحلول الابتكارية للتشجيع على تنفيذها من خلال الشباب، والتنويه والتركيز على الشباب من قبل السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء وجميع المسؤولين بالدور الفعال للشباب. وتم التنويه على ضرورة مصادر التمويل لأنها هذه هي الصعوبة الرئيسية، والتنويه على ضرورة استخدام المنح وليس القروض. وتم التنويه من السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس فخامة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة بدور الشباب وتأثيرهم في حل مشكلة التغيرات المناخية. نعم دكتورة رندا،
كيف نقيم رؤية مصر بشأن مواجهة التغيرات المناخية؟ خليني أتكلم مع حضرتك أن التكنولوجيا الحديثة التي الآن أصبحت الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة تستخدمها، ودور الشركات الناشئة التي تم التنويه عنها التي لها دور كبير في خلق نظام بشبكة رصد مزودة بشبكات الذكاء الاصطناعي التي نجمعها بقوة الرياح لقياس ملوثات الهواء، وهو دور أساسي للشباب الناشئين اليوم والشركات الناشئة وريادة الأعمال. نعم الدكتورة رندا الشافعي استشاري تطوير الأعمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأسبق جون كيري عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كيري عبر الفيديو كونفرنس لجلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجه فيها كيري بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف 27 العالمي والتابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27. قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن مصر لديها فائض في الطاقة الكهربائية ويتم التصدير للدول المجاورة. أشار الوزير أن مصر ستصل قدرتها من الطاقة المتجددة إلى 10,000 ميجا في النصف الأول من عام 2022. لا في انقطاعات تيار كهرباء ولا في اي مشكله، ده بالعكس، ده احنا عندنا الحمد لله دلوقتي فائض في الطاقه الكهربائيه وبنصدر منها الى دول الجوار، وبالعكس احنا بنزود ايضا من قدرات الربط عشان نقدر نزود قيمه التصدير الى الخارج. احنا برضه بقول لحضرتك مهتمين جدا بالطاقات المتجدده، بنعتمد بدرجه كبيره جدا على القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال. احنا وصلنا يمكن في سنه النص الاول من 2023 هتصل القدرات المركبه في الشبكه من الطاقات المتجدده حوالي 10,000 ميجا، وده رقم كبير جدا في الفتره المحدوده ديت. وانا ارجو يعني ان احنا حتى نسابق البرنامج زمن العاملين لسنه 2035 ونصل الى اللي هي الاهداف بتاعتنا حتى قبل هذا الميعاد إن شاء الله. أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد غنيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بحياة المواطنين وتغييرها نحو الأفضل من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية المختلفة في العديد من المجالات. وأضاف غنيم أن معرض المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنتدى أتاح الفرصة للمشاركين به من دول العالم للتعرف على ما تم خلال المبادرة. احنا هنبدا نشتغل كدوله على بناء الانسان المصري، فبناء الانسان المصري ليست بالشعارات، لا، سياده الرئيس من خلال مبادره 100 مليون صحه، القضاء على فيروس سي، الكشف المبكر على الامراض، ان هو بدا يهتم بالمواطن المصري في مجال الصحه، في مجال التعليم، وايضا في توفير بيئه مناسبه لنشاته من خلال القضاء على العشوائيات، تطوير القرى الاكثر فقرا. فمشروع حياة كريمة فعلا كان ليه الحق انه يبقى موجود في منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة. يمكن احنا في متحف حياة كريمة جميع دول العالم وجميع الوفود المشاركة بتتعرف عليه، ايضا يمكن احنا في ورشة التكنولوجيا والتحول الرقمي حطينا من توصياتنا عمل مكتبة رقمية خاصة بحياة كريمة. أشاد سفير اليمن بالقاهرة دكتور محمد علي بفكرة منتدى شباب العالم مشددا على انها جيدة لفتح الحوار مع الشباب. أضاف السفير اليمني بالقاهرة أن مصر استطاعت من خلال المنتدى أن تخاطب العالم بأسره. فكرة بحد ذاتها هي فكرة عالية من الجودة والروعة حقيقة. هي أولا بتتحدث مع فئة مبدعة، فئة قادرة ولديها إمكانية أنها تضع بصماتها للمستقبل. أن تكون الفكرة ناشئة من أن تتبنى شباب الدولة وشباب العالم بحيث أن يطرحوا الرؤى المستقبلية، وأولها السلام ما بين العالم، فذا شيء فعلا رؤية رائعة، رؤية تعمل على كيفية أن يكون التسامح والسلام هو مبدأنا الرئيسي ما بين الدول، أن يلغى كل الاختلافات الرؤى حول الأديان، حول اختلافات نوع الجنس، حول ما إلى ذلك، وبالتالي تقارب المجتمعات عن طريق بناء أجيال جديدة شبابية، هذا ما أساساً يسعى له العالم ويفترض. وإن تنطلق من مصر دولة المحبة والسلام، ف
فهذا الشيء أيضا الأروع، كما أنها أيضا تعتبرها نحن في الوطن العربي هي قبلتنا وهي المركز الرئيسي بالنسبة للوطن العربي. أقيم متحف لعرض إنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة على هامش النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ داخل مركز المؤتمرات. ويسلط المتحف الضوء على أركان المبادرة من قضاء على الجوع ومحو للأمية ومشاريع للبنية التحتية. متحف لعرض إنجازات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة عقد على هامش النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ داخل مركز المؤتمرات. احنا اولا حياة كريمة احنا في الفترة بتاعت الجائحة ده التيمة بتاعت المنتدى عندنا السنة دي فيما بعد الجائحة، احنا ما وقفناش شغل على الارض في التنمية. المفروض ان في 2019 سيادة الرئيس اطلق مبادرة حياة كريمة وابتدينا في عدد من القرى، ساعتها جت الجائحة بتاعت كورونا كل العالم قفل وقف، احنا في حين ده ما وقفناش واستمرينا على الارض في الشغل عشان تطوير الريف المصري ومكملين مع اهالينا. فبالتالي احنا كنا لازم نوضح احنا خلال السنين اللي فاتت ايه اللي احنا عملناه في خطط التنميه على الارض كنموذج حياه كريمه. المتحف يسلط الضوء على اركان المبادره من قضاء على الجوع ومحو للاميه ومشاريع للبنيه التحتيه عن طريق اشكال واجسام مصغره لواقع اصبح حقيقه على الارض. تجربه حياه كريمه العالم كله جاي لان تستفيد بحياه كريمه في ظل ازمه كورونا، في ظل ازمه كورونا والقفله اللي كانت على العالم كله دلوقتي احنا خرجنا بيها بحاجه ايجابيه كبيره جدا جدا، طورنا الريف المصري، قدمنا له كل الخدمات اللي كان محروم منها في وقت قليل جدا جدا جدا، وصلنا لكل قرى الصعيد اللي تحت وكل قرى الدلتا وكل قرى الشرق والغرب في مصر كلها. فالعالم دلوقتي في جلسه رئيسيه كبيره جدا وورش شغال على حياه كريمه اللي هي نقله الريف المصري نقله نوعيه كبيره جدا ما كناش منتظرينها قبل 30 سنه جايه. First of all, I attended to... حضرت إلى المنتدى للتعرف على أشخاص جدد وثقافات جديدة وأيضا من أجل تبادل الخبرات في عدة مجالات مثل التغيرات المناخية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة مثل حياة كريمة. لقد أحببت المنتدى جدا والافتتاح كان مذهلا والتنظيم جيدا. بالنسبة لمبادرة حياة كريمة أنا قرأت عنها في الإنترنت، عندي مش مصري بس قرأت عنها وأنا عجبتني كثير الفكرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بده يقضي على العشوائيات، بده يعمل مصر بقراها مكان متطور، بده يخليكم من دول العالم الثالث، وانا بايده في هاي الفكره مع انه ممكن البعض يشوفها صعبه شوي ولكنه ما في هي صعبه بس مش مستحيله ان شاء الله رح نزل. I think the forum is amazing and it's a great opportunity. المنتدى فرصة جيدة لمقابلة شباب جدد ولمشاركة الأفكار، وكان هذا هو هدفي الرئيسي لحضور المنتدى. إن المواضيع المختصة بهذا المؤتمر مهمة جدا مثل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا بعد كورونا، كما أن الشباب حول العالم يمكنهم تبادل الأفكار ومناقشتها. Your beliefs and like discuss about that. يأتي المتحف وورشة عمل حياة كريمة ضمن عدد من المواضيع المستهدفة في المنتدى مثل التعامل من بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبمشاركة شباب بداية من 18 عاما وحتى 40 من 160 دولة حول العالم. بذرة أمل نمت وازدهرت لترسل رسالة سلام للعالم أجمع. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعد فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع كبار صناع القرار والمثقفين لسد فجوة بين الأجيال والعمل على حاضر ومستقبل أفضل. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة حول تغطيات فعاليات منتدى شباب العالم في يومه الثاني مباشرة من مدينة شرم الشيخ، منفدى التلفزيون المصري ريهام الديب. ريهام، دعينا في صورة فعاليات اليوم الثاني للمنتدى وجلساته. ريهام؟ ريهام، هل لك أن تطلعين على أبرز الفعاليات التي دارت في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في يومه الثاني؟ مستمرون معكم في متابعتنا الإخبارية وأيضا أحداث اليوم الثاني وفعاليات للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم حال وصول الاتصالات المختلفة
مع مفادي التلفزيون المصري من شرم الشيخ. أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استعداد شرم الشيخ الكامل لعقد جميع المؤتمرات والقمم العالمية، كما أكد فودة وجود توجيهات من الرئيس السيسي بالاستعداد التام لقمة المناخ القادمة التي تشهدها مدينة شرم الشيخ للخروج بأفضل صورة. إن شرم الشيخ ما ينفعش ما تبقاش جاهزة، وما ينفعش ما تبقاش جاهزة على طول. ليه؟ مدينة بيجيها يعني بيرتدها سائحين من جميع دول العالم، مدينة ليها شهرة عالمية، لها معشوقين في الخارج كتير يحبوا شرم الشيخ. ما ينفعش إن شرم الشيخ، وده الكلام ده أنا بنقله للمرؤوسين، بنقله للناس اللي بيشتغلوا معايا، بنقله لرئيس المدينة، ما ينفعش حضرتك المدينة تبقى في يوم من الأيام فيها بقعة مية ولا فيها ورقة في الشارع، لا. فإحنا باستمرار محافظين على جمال ورونق المدينة. أنا عامل عقود صيانة للزرع اللي أنت شايفاه ده بره، وبعدين عامل عقود كمان على مناطق مساحات تانية بزرعها، يعني أنا بمتد في الجرين المساحات الخضراء. بيجي بقى إن إحنا مثلا عندنا مؤتمر زي مؤتمر مكافحة الفساد الشهر اللي فات، ما كنا جاهزين. بعد 3 أسابيع بالظبط كان مؤتمر امتداد الشباب، بنلمع بقى، بنلمع اكتر، بنزود مساحات خضراء اكتر، بندي اهتمام اكتر شويه، لان انا عارف ان انا عندي 3000 يعني فرد هنا موجودين، وبعدين عارف ان هذا المؤتمر اديك شايفه العالم كله بيتابعه. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان الدولي التابع لمنظمه الامم المتحده ضمن الفعاليات الرئيسيه لليوم الثاني من منتدى شباب العالم في مدينه السلام شرم الشيخ. وفي كلماته أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها لحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم هذه الحقوق بالمعنى الشامل، بما يشمله ذلك من توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة وأهمها جائحة كورونا. وضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء تراثنا ومتحف حياة كريمة في المنتدى. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري ومن خلال معتقدات تمارسها. وشدد الرئيس السيسي على أن جهود الدولة المصرية والمتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل من خلال ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها. وإحنا هنا في مصر، ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدولة حارسين على الموضوع دوت، احنا بنحارسين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع، او من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر، حتى الكلام ده إحنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا اللي إحنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر إحنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية، يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء، ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده، نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء.
الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى في تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه رغم الصعوبات التي صاحبت أزمة كورونا، إلا أن الدولة لم تتقاعس في حق شعبها دون تمييز، وبمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم مصر على أراضيها. وتساءل الرئيس السيسي في مداخلة أمام جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، تساءل: أليست الهجرة حقا من حقوق الإنسان؟ مشيرا إلى أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ جاءوا إليها في الوقت الذي ترفض فيه دول متقدمة عشرات الآلاف من المهاجرين. ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم احنا ما بنقولش عليهم لاجئين بالمناسبة، لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا احنا ما بنقولش عليهم لاجئين. وعايز أقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حقوق الإنسان. احنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا أن هم يستقبلوهم. أنا بتكلم على 6 مليون إنسان، 6 مليون إنسان موجودين هنا، مش موجودين في معسكرات. ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير. يخضع منتدى شباب العالم بشرم الشيخ لكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم وتطهير كافة قاعات جلسات المنتدى، كما يتم توفير الكمامات والكحول داخل القاعات، بالإضافة لقياس درجات الحرارة لكافة المشاركين في الفعاليات. We'll be right back.
ومباشرة إلى مدينة شرم الشيخ ومفادة التلفزيون المصري ريهام الديب من هناك. ريهام، ضعيني في صورة فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. بالفعل هبة، فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم يعني بتحظى بالكثير من الجلسات والملفات المهمة والتي لها تأثير كبير، وبتعتبر محور اهتمام مشترك بين مختلف الشباب من جميع دول العالم. بدأت هذه الفعاليات، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بالجلسة الخاصة بجلاسكو، من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. جلسة في منتهى الأهمية، جلسة ثرية للغاية بكل ما كان بها من محاور. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له مداخلة بها الكثير من النقاط الهامة، بدأ بترحيب بكل المشاركين في هذه الجلسة، وأثنى أيضا على أهمية هذه الجلسة في هذا التوقيت تحديدا لاعتبارها لبنة أساسية لمؤتمر التغير المناخ COP27، والذي سينعقد أيضا هنا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، إن شاء الله في أواخر هذا العام. بالتأكيد هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير لدى جميع دول العالم، السيد الرئيس أكد على ذلك، وأكد على أن الدولة المصرية كان لها دور كبير وتحركت تحركات سريعة، وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وأكد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة للدولة، بين جميع مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية. كذلك أيضا تحدث على أنه مؤسسات الدولة المصرية كان لها دور كبير فيما يتعلق بتبطين الترع، وفيما يتعلق أيضا بتطوير البحيرات وتطهير البحيرات بمعنى أدق، وهذه يعني كل هذه الممارسات أدت أيضا إلى توفير الكثير من فرص العمل، وكانت في سبيل أيضا مجابهة خطر التغيرات المناخية. أكد على أنه السنوات الثماني القادمة هي سنوات مهمة جدا وحاسمة وفاصلة للتحرك بشكل سريع والتعاون مع القطاع الخاص لمجابهة التغيرات المناخية. وأكد أيضا على أنه من المهم إحلال السيارات الكهربائية، وذكر على أنه عام 2023 إن شاء الله سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. أيضا السيد الرئيس تحدث عن مبادرة حياة كريمة، وأن هذه المبادرة القومية الوطنية لها أهمية كبيرة، لأنها بتسهم بشكل أساسي في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير فرص عمل كثيرة بالنسبة له، وذلك طبعا في جميع المناطق الأكثر احتياجا، وتطوير القرى، وأيضا العمل على الارتقاء بحياة المواطن. هذه المبادرة التي استطاعت أن تحظى بإشادات مختلفة، إشادات عالمية مختلفة. كانت هذه أبرز النقاط التي تحدث عنها السيد الرئيس في هذه الجلسة المهمة الخاصة بالتغيرات المناخية، من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. أيضا كانت هناك جلسة هامة متعلقة بمستقبل ما بعد جائحة كورونا، هذه الجلسة الخاصة بمستقبل الرعاية الصحية، وجلسة أخرى حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في عالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة أيضا إلى نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. منتدى شباب العالم في النسخ الثلاثة السابقة كان له اهتمام كبير بأن يكون هناك نماذج دائمة ومستمرة للمحاكاة، وخلال هذه النسخة تم تنظيم محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأهمية هذا الموضوع وهذه القضية وهذا الملف بالنسبة لكل دول العالم. وكانت الحقيقة يعني المشاركة كثيرة في نموذج المحاكاة، وكانت أيضا الحوار ثري إلى حد كبير لأهمية هذا الملف. نعم. أيضا من ضمن الموضوعات المهمة والجلسات المهمة هبة خلال فعاليات هذا اليوم، المرأة والاهتمام الكامل أيضا بملف المرأة والوصول إلى عالم أكثر أمانا وأكثر شمولا بالنسبة للمرأة. ملفات كثيرة كما ذكرنا هي محور هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وأيضا من أبرز هذه الملفات التي تمت مناقشتها المسؤولية الدولية
عن استدامة الأمن المائي، موضوع أيضا كان له أهمية كبيرة واستطاع أن يحظى باهتمام الحضور والمشاركين في فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. إذن السلام، الإبداع، التنمية، هذه هي المحاور الرئيسية لمنتدى شباب العالم والتي ارتكز عليها منذ بداية ظهوره في عام 2017 و 2018 و 2019 وأيضا في النسخة الرابعة 2021 النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. ولكن ما يميز هذه النسخة تحديدا هو الاهتمام بما بعد جائحة كورونا، هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه على العالم وعلى كل دول العالم، ما يتعلق بمستقبل ما بعد جائحة كورونا، وهذا هو محور مختلف الجلسات التي تنعقد على مدار أيام المنتدى. هذا المنتدى الذي يعد منصة حوار ثرية للغاية، محفل دولي بالفعل ثري يجمع بين الشباب من مختلف دول العالم لتعزيز الحوار وأهمية الحوار، وأيضا العمل على تبادل الخبرات وتعزيز الحفاظ على التنمية، وإرسال رسالة سلام من هنا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. إليك هبة. نعم، أشكرك ريهام. إذن هي حلقة وصل مستمرة على مدار فعاليات هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ما بين الشباب، هذه الطاقات الجديدة ومتخذي القرار في كافة دول العالم. ريهام أديب، مفادة التلفزيون المصري من شرم الشيخ، شكرا لك. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته، مضيفا أن قادة العالم قادرون على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم. وأضاف الرئيس السيسي أن هناك خطورة نابعة عن ازدياد أعداد السيارات المتوقع خلال السنوات القادمة، وأن الحل يكمن في إحلال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وهو ما قامت به مصر بالفعل، حيث أطلقت مبادرة منذ 5 سنوات لإحلال تلك السيارات حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا بحلول عام 2023. وفي ذات السياق أشار إلى موضوع البحيرات التي تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة في مساهمة من الدولة لتحويل تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية. كما تطرق السيد الرئيس إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا أن الدولة خصصت أكثر من 80 مليار جنيه لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، وفي الوقت ذاته تتجه الدولة لمتابعة مصانع الحديد والإسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الانبعاثات، فضلا عن تطوير شبكة الطرق والكباري القومية لتوفير فرص العمل. كما أوضح الرئيس السيسي أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تذكر، ومع ذلك فإن الدولة منتبهة لخطورة الأمر عالميا، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص في إعادة تعمير الأرض. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القوية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي إطار التصدي لجرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي بالسويس يتزعمه مالك شركة للدعاية والإعلان لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام شركته ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على الإنترنت، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة، مع استفادته من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط طبقاً للفحص المستندي 23 مليوناً و 640 ألف جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية بأسيوط وسوهاج والمنيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط طبقاً للفحص المستندي 15 مليوناً و 659 ألف جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، استغل موقعه الوظيفي واستولى على أكثر من 31 طن دقيق من عهدته وبيعها لحسابه الشخصي مما أضر بالمال العام. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيام عناصره بتزوير الأختام والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية، وبحوزات من المستندات المزورة والأختام المقلدة والأدوات المستخدمة في التزوير. كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة في ضبط تشكيل عصابي من شخصين لإدارتهما مطبعة بدون ترخيص وتزوير محررات ومستندات رسمية، وتم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير. سجلت الولايات المتحدة 1,130,000 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، وكان الرقم القياسي السابق 1,030,000 حالة في 3 يناير، في حين لم يظهر انتشار المتحور أوميكرون أي علامات على تراجعه أو تباطؤه في الولايات المتحدة. انتهت أخبارنا وبقي تذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الرئيس السيسي يشدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية. الصحة العالمية تحذر بأن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون. نهاية النشرة أتتكم من على شاشات التلفزيون المصري. شكرا على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.